اليوم سيدة تشتري سيارة لزوجها بقيمة نصف مليون ريال. كيف تخلقين أسلوب تواصل متميز مع ذوي متلازمة داون؟ كيف تفسرين إشارات جسدك؟ فيلم سيدتي وفيلم سيرتشينج مع المخرجة رزان الصغير. مشروع الطبخ الحجازي لإحياء ثقافة الطبخ الشعبي. وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا أحب أقول لكم نهاية أسبوع سعيدة عليكم وين ما كنتم، سواء كنتم متجمعين في جمعاتكم في طلعاتكم وأي مكان محل ما بتكونوا، أهم شيء أنكم تكونوا مبسوطين مع بعض، وبإذن الله زي ما كنا بنقول نهاية أسبوع سعيدة على المشاهدين وعليكم رندا وعبير. يسعدك يا رامرة، شكرا. بصراحة يا جماعة يعني أنا يعني كنت أبكي على الجو مرة ما شاء الله. أيوة. كنت رح أتحجج إنه مثلا انحشرت في المطرة أو صار شيء، بس ما مطرت وأنا جاية، مطرت بعد ما وصلت. والله أنا أبشرك مطرت فوق رأسي، يعني أنا أخذت المطر. أيوة. عنك عرفتي غرقت الحمد لله. على أي حال إذا ما كان المطر من نصيبنا كان من نصيب الكثير أكيد، يعني شفنا بعض الزميلات نزلوا راحوا يشوفوا شوية مطر وكذا، وأكيد كمان لازم نستمتع بهذه الأجواء أكيد. مع بعض فعلا. بنعرف إنه في كثير من الكلمات قد تكون عابرة وكلمات أخرى عابرة ولكنها تظل راسخة في صدورنا، ومن هذه الكلمات لمن ولي العهد شبه الشعب السعودي بجبل طويق. طبعا شفنا أمس كان في تويتر صور متداولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع طفل، كان هذا الطفل متكي على ولي العهد، وكانت في ردود أفعال كثير حلوة أثارت مشاعر الشعب السعودي بالفخر والحب والامتنان، وكانوا كثير قاعدين يقولوا من ضمن التعليقات أنه بساطة الجيل القادم واخذين هذا الموضوع بأريحية وتواضع أيضا ولي العهد، هو أكيد التواضع، لكن كافي هذا الشعور يا عبير لما طفل يكون بهذه الأريحية يشعر أنه هذا الشخص هو الأمان، والأمان هذا مطلب إنساني طبيعي. صحيح. فلو قعدت تقرأ التعليقات اللي كانت موجودة على تويتر، يعني فعلا أنا شخصيا لما شفت الصور قلت كثير المشاعر. أي عرفتي. فإن شاء الله بإذن الله يعني بنعرف أنه هذه الزيارة اللي صارت للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما أول ما زاروا القصيم، وكمان بعد القصيم زاروا حائل، وكمان في بلان على الجوف، وبعد الجوف حيروحوا تبوك ويعرفوا، كلها لتدشين مشاريع مستقبلية. صحيح. أكيد. بإذن الله كل التوفيق طبعا لولي العهد إن شاء الله. التعليق اللي أنا كنت حابة أقوله إنه من جد عارفة لما أنت تجي وتركي كذا على أحد ما تسويها إلا لما يكون الشخص هذا اللي أنت بتتكي عليه أكيد قريب منك. صح. أكيد أنت حاسة إنه عادي أنا أقدر أخذ وأعطي معاك بكل أريحية وبكل سهولة. صحيح. يعني لدرجة شوفي قد إيه يعني الحاجة الحلوة في الموضوع، شوفي إنه هو مثلاً ما انزعج، أو مثلاً حتى للحراس اللي حوله ما حد قال شيء. عرفتي ليه؟ لأنه من جد ولي العهد أثبت حاجة مرة حلوة مش بس للشعب السعودي يمكن ولا للعالم العربي فقط، للعالم كله. أجمع. إنه هذا الشاب السعودي محمد بن سلمان قريب جدا لنا جميعا من كبيرنا. صحيح. لصغيرنا، وممكن يكون مع أي واحد فينا في أي وقت هو يحتاجه وأي وقت أكيد. هو يبغى أكيد. لأنه هذه الصورة أنا متأكدة ممكن كنا نصورها إذا إحنا صغار، وكنا نصورها مع مين؟ مع أحد من أهلنا، مع ممثل أو مصور هنشوفناه. بس لما يكون ولي العهد شيء مرة قوي. هي ممكن عبير تكون المرونة، وإحنا يعني تعودنا على ولي العهد الله يحفظه، يمكن شفناه بكذا موقف انه يمنع حراسه انهم يعني يوخرون الناس عنه او شيء زي كذا، يعني مره قريب من الشعب. بس اذا انا بلخصها هالصوره اللي شفناها نقدر نقول انه الطفل متكي على سند الشعب كله. صحيح. يعني سند الله يحفظه ان شاء الله وطويق. صح. ايوه هو هذا فعلا، يعني لو كان الولي راح تشبه الشعب السعودي بجبل طويق، يمكن كثير كمان علقوا على الصوره انه هذا هو جبل طويق. صحيح. فعلا. صحيح. فيعني ما اعرف قولي يعني في فيديو لطويق كمان، بس يعني إذا نبغى نقول إنه ولي العهد هو جبل طويق
صحيح. هو احنا اللي دائما نحتمي فيه، صحيح. هو دائما اللي يكون قريب منه، هو دائما اللي حسسنا بالامان. الله يحفظ ان شاء الله. خلونا نطلع الفيديو، اكيد نشوف هالفيديو اكيد راجع من جديد. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر اذا انهدت هذا الجبل وتساوى بالارض. كل الجبال تطيح هم العين، وانت اللي بيك كل وشاف العجب. كانت أغنية عايض حساسة ومؤثرة، مو إنه يطويق بشكل تلقائي شعري، كان بشكل مرة لطيف كذا وقريب يلامس مشاعر الكثير. عاطفي أكثر بالضبط، عاطفية أكثر، نساء ورجال كبار وصغار، إنه فعلا هو طويق، إنه فعلا هو يعني غير انه هو خفيف دم بصراحة. يعني أنا بلاحظ كثير إنه في كذا مؤتمر بيكون فيه ترى ولي عهدنا مرة خفيف دم، وفعلا هذا بيبين انه الشعب السعودي يعني انه عفوي وبيضحك وبيتكلم مع الشعب كانه بيتكلم مع احد قريب منه. صحيح، كانت هذه اجمل الاشياء اللي شفناها. بما انه جالسين نتكلم عن الاخبار الزينه والاخبار الحلوه، في خبر ثاني طبعا حرك شوي الراي العام. هو واحده اهدت زوجها سياره. اهدت زوجها سياره، واهدته سياره مره غاليه. فالناس شوي تضايقت من هالخبر هذا. ليه تهدين سياره غاليه؟ كم يعني يمكن جالسين نشوف الصور الان. تقريبا مناسبه الاهداء تقريبا كانت قيمتها رؤى 668 او 64 تقريبا، نص مليون. نص مليون تقريبا، نص مليون. يعني اول شيء الله يخليها له، ويخليه لها ما عرفت انه يستاهل. يعني اكيد شوفي، ما صارت هذه الهديه الا كان لها مناسبه ومحل تقدير. أكيد. بس انا شخصيا يعني مستحيل بصراحه اهدي سياره بهذه القيمه لزوجي. ليه اهديها لنفسي؟ يعني هو يسوقها بس حقتي يعني باسمي وكذا. يمكن يستاهل. طيب يا روح، يستاهل على عيني وراسي، لو ما يستاهل ما كان كمل معايا باقي حياتي يا رنده بسيطه، ما راح جت على سياره. بس هي الفكره انه لما انا اهدي يعني انا اشتريها باسمي ويسوقها. شراكه. لا لا، شيرنج از كيرنج. معلش، مين يرضى يسوق سياره باسم زوجته؟ لا لا، احنا وين عايشين؟ يعني هو ياخذها هديه عادي يسوقها، بس ايوه انت منك من نفسك طلعت. يعني شوفي، ما في هديه، يعني انا ما اعطيكي هديه الا طالعه من نفس وحابه انه انت تكوني ما اخذتها. عاد كيف لو كان زوج وش زينه يا عبير، وش ملحه وش حلاته. طبعا ما اتكلم عن الزين، عن زين الولد، زين الاخلاق. سوف لن اعلق على هذا الموضوع. لا والله ابغى تعليقك يا عبير، انا مسرع. شوفي انا، هي الفكره الله يخليه مباط. امين. واكيد هو يستاهل. وجهك معترض. ايه طيب، اكيد هو يستاهل. عشان كده هي ادت له الهديه. فموفقين ان شاء الله. طبعا احنا، هي كمان وثقت لحظه تصوير او وراء ما خلف الكواليس لما كانت تبغى تفاجئه بتجهز له الهديه زي ما احنا شايفين دحين بنعرض على الهواء. ما في صوت في الفيديو، بس ما ادري يعني كانت بتسال وقتها انه اي واحده فيهم عجبتك. كمان بتخيره. الله يرزقني يعني اخت زي يعني. اللهم امين. بس هذا يستاهل احس والله يا رؤى. يعني والله شوف يا رند، انا ما عندي اعتراض ابدا على هذا الموضوع، بالعكس يعني كل واحد يعني اللي يقدر عليه يسويه. بس انا بالنسبه لي صح ادفع فلوس او اشتري فيها اصول، ولا اشتري اشياء ممكن انها تتلف مع الزمن. لكن يعني ما اعرف بالنسبه لموضوع موضوع التهادي مع الزوج، هذه حاجه بسيطه. ايوه، بس قد ايش بيكون الليمت؟ لكن من كان يعني اللي يقدر. انت بتحشي من تحشي الكنترول معايا مساعدة. يعني انا بس بقول انه تهادو حاجه بسيطه، مو شرط تكون نص مليون. شكله يعني ورده زي ما كنا بنقول يعني. حلو. ايش معنى هو يجيب لك شوكليت وورده وانت ترضي؟ انت ليه ترضيني بشوكليت وورده عبير؟ انت ليه ترضيني؟ انا قنوع. لا والله. اي والله. يا سلام. انا تلعب على هرمون السعاده. رؤى انا العب على الموضوع. رؤى ما تحب الورد وتحس انه مضيعه فلوس. مضيعه فلوس. ايوه انا والله بدل ذا الوردات جمع ذا الوردات، جمع 15 15 15، يطلع لك مبلغ زين. كثير يا رندا. يعطيك هديه تسوى. طب سرحوا جمع 15ات على بعض. شوفي يعني بالنسبه للزوجه انها تهدي زوجها ترى مره شيء حلو،
وبنفس المرأة تحس إنه مرة شيء كبير تقدمه له. خليه أنا يمكن يكون زين ما اختلفنا. ممكن يعني كل الرجال وأزواجنا كلهم في الدنيا يهبلوا ويجنوا. لا 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 خلينا نتكلم في هذا الموضوع بواقعية أكثر, ما راح أخذ الموضوع بمسح. من حقها أن هي تهدي زوجها طالما أنه هي إنسانة مقتدرة وي وي. أنا اعتراضي على أنها يكون متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا مو قاعدة أنتظر فيدباك من الناس. أنا أحس في أشياء ممكن تكون شخصية بيني وبين بيتي. أنت ملاحظة أنه هي الفيديو اللي عرضناه رؤى كان سناب. سناب يمكن صحيح. أحد سحبه ونشره هي ما تبغى تنشره. ممكن أيوة يكون يعني هذا شيء. ممكن أنا معك في حاجة أنه يكون الموضوع يعني نوعا ما شوية عشان الخوف من العين, الخوف من الحسد. والله ما خوف من العين والحسد الآن يا عبير. مشاهير السوشيال ميديا تقري على نفس تقري على نفس وتقري على زوجها. إذا عرف السبب بطل العجب من مشاهير السوشيال ميديا. وصلت وصلت. طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي الفقرات. تابعينا بعد الفاصل. كيف تفسرين إشارات جسدك؟ طبعا غالبا ما تظهر للإنسان علامات على جسده ممكن انه ما يلقي لها بال, ما يهتم فيها, شيء بيروح مؤقت وبيروح, بس ما يعرف انه كل شيء له دلالة. يعني مثلا تشقق الشفاه, هذا نقص فيتامين بي 12, كمان الأظافر, البقع على الأظافر, هذا كمان نقص حاجة معينة, وكمان التعب المزمن. دائما نلاحظ انه في ناس على طول تعبان, حاسب إرهاق, على طول إجهاد, تحسيها خلاص بس تبغى تتسدع. كمان بقع زرقاء وكدمات, هذه كثير. حتى أنا بنات ساعات ألاحظها على جسمي. يعني هذا يعني أنا الآن عرفت أنه نقص فيتامين سي. يا الله صحيح يا رندا. يعني بنعرف انه في كثير من الاشياء اللي ممكن احنا نمر فيها ما نعرف, مثلا تساقط الشعر وغيره زي ما ذكرت. كمان كثير من الاعراض اللي نمر فيها وما نعرف انه هي تكون سبب لنقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائيه في جسمنا. صحيح. والمعادن. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر. ارحب بضيفي في الاستديو بالاخصائي تغذيه وعلاج الاستاذ زيد النقيه. حياك الله استاذ. سهل. يعني بنعرف انه الغذاء هو العنصر الاساسي في بناء وهدم الجزء الغذاء زي ما كنا قاعدين بنتكلم قبل شويه, لكن كثير مننا يعاني من نقص من الفيتامينات. لو تبغى توصف لي في البدايه ايش هي لغه الجسد الصحيه؟ اول شيء بس عساد المشاهدين, الفكره انه لازم نفهم انه في البدايه اصلا ايش هي العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم من الاول. ان عندنا ثلاث عناصر غذائيه يحتاجها الجسم اساسيه, اللي هي البروتين, الكاربز, والفات اللي هي الدهون. بعدين يجي عندنا عناصر أخرى مكملة لها اللي هي الفيتامينز والمينرالز اللي هي المعادن. اليوم إننا قلت نتكلم عن الفيتامينز, في ممكن تحصل بعض أحيان أعراض الواحد ما ينتبه لها, مثلا ممكن صفار في العين, فهو ممكن يمشي الوضع هذا, ممكن يكون في شحوب, خمول في العمل, كل هذه لها علاقة ببعض الفيتامينات. طيب لما يكون صفار العين إيش؟ لا غالبا يصير نقص في الفيتامينز جروبز, خصوصا بالبي 12. البي 12 لانه له علاقه بكريات الدم الحمراء, بعمليه كيميائيه بتصير في الجسم طويله, يصعب صراحه سردها الان. ممكن تحصل الاصفرار في العين في الوجه بعض الاحيان. طب ايش هي ممكن تكون اهم الفيتامينات اللي ناقصه في الجسم او يحتاجها الجسم ويبدا يطلع هذه الدلائل؟ طيب إذا بنتكلم عن الفيتامينز, عشان أنا أدري أن أنا عندي ناقص, أنا ما أنصح أي أحد يشوف نفسه في المراية ثم يقول أنا عندي ناقص. أنت لما تشوف في علامة في جسمك على طول توجه لما الدكتور, خذ تحليل وبعدين شوف اللي يصير معك. ممكن لأنه بعض الدلالات لها 20,000 مشكلة, مو مشكلة واحدة. فإذا بنتكلم إيش اللي ممكن أنه يعني ممكن نحافظ عليه, كل الفيتامينز لها علاقة بالجسم. طيب هل تكون أحيانا في بعض الأمراض اللي بتصيب الإنسان كلها ارتباط إنه مثلا الجسم يصير فيه خلل فبالتالي ما يمتص المعادن؟
ممكن أيوه. ممكن في ايش هي هذه الامراض اللي تقريبا تذكر لنا مثلا في في يعني بقول لك اشياء مثلا شائعه زي مثلا فيتامين د هذا في العالم كله مش مشكله عندنا صحيح ايه فيتامين د الحين ان لما نلاحظ هيئه الغذاء والدواء في تقريبا التسعينات اضافت شيء بروتوكول جديد على المغذيات انه ايش انه ضروري المغذيات المصنعه نضيف عليها بعض الفيتامين مثل فيتامين اي فيتامين كي فيتامين د الايرون كالسيوم الاشياء هذه ليش لانه اصلا الانسان سبحان الله ان مثلا خلينا نضرب مثال مثلا على فيتامين د يعني انا اذا ما حصلتها في الشمس صعب اني احصلها في في في, في الغذاء لانه مصادر فيتامين د في الغذاء قليله جدا صحيح فصعب اني احصلها وكمان على حسب علمي عفوا يا رندا على حسب علمي انه حتى فيتامين دي ما يمتصه الجسم الا مع الكالسيوم او العكس فعلا الكالسيوم فعلا مع فيتامين دي لازم صحيح لازم تواجدها مكملات البعض مع بعض أي طيب احنا نعرف انه ما في او مش ما في انه اغلب الاشخاص ما يروحون لطبيب التغذيه علشان ينصحهم بفيتامينات معينه او يسوي تحاليل اشوف عيني حمراء او صفراء تلقاني اروح بسرعه على جوجل وادور واشوف ايش ناقص عندي واروح الصيدلي ويصرف لي اياها. اللي ابغى اعرفه في بعض الدول صارت توزع بالمدارس فيتامين بي 12 وصار اجباري على كل طالب انه يستخدمها. الان احنا عندنا نقص فيتامين د. ليش ما يكون في بالمدارس اجباري انه المدارس توزعها؟ فعلا هذه نقطه بس برضو في نقطه مهمه انا لازم انتبه لها. ايش هي؟ زيادة الفيتامينز في الجسم مو معناته انه شيء كويس. انا لما ازيد الفيتامينز في الجسم ولما يكون اصلا نسبة الفيتامينز وانا ما ادري انه طبيعي في الدم وانا جيت زدت ممكن يصير في تسمم بسبة الفيتامينز. فهي برضو خطيرة يعني المسألة ما هي بمسألة انه خلاص انا اضيفه بس. لازم برضو انتبه المعدلات الطبيعيه الموجوده في جسمي فلذلك لازم انا اخذ التحليل عشان كذا في البدايه تكلمنا عن التحليل صحيح تعقيبا على هذه الكلمه اللي بتقولها يا دكتور انا اعرف انه حتى الحصوات لما تتكون في الجسم تكون بنسبه انه الكالسيوم زايد في الجسم لازم الواحد لازم ينتبه يعني لازم ننتبه ونسوي فحوصات للطلاب فعلا انا صراحه انصح حتى يعني كل نص سنه انت لازم تسوي فحوصات كل ست شهور طب انا بعترف لك شيء والله وبعترف لك بحاجة ولا مرة سويت تحليل لا سويت وكان عندي نقص فيتامين د حاد ونقص حديد حاد لدرجة كانوا يعطوني إبر بس الآن وش صرت أسوي لما جسمي مثلا طبعا كان الألم كله برجولي وعظامي فلما كان الآن يصير فيني ألم تلقاني إما أخذ مسكن أو أرجع أنه أستخدم الكورس اللي كانوا هم يعطوني إياه زمان صحيح ولا أنه لازم كمان أرجع لا هي الفكره انه بعد انت لازم تروحين تناظرين اثر معك يعني انت تشوفين تحاليل ايش النتائج اللي سويتيها التحاليل هذه يعني انا لما تاخذين المسكن هذا مش معناته انك على اروح الصيدلي واقول له لو سمحت المشكله هي مشكله اكبر بعدين والله ما تعرف ايش يصير معي زيد اروح الصيدلي اقول له لو سمحت ابغى فيتامين د عندي نقص حاد فيتامين د ما يقصر فيتامين د جميل صح يا دكتور بس انا اعرف ان الفيتامين د ما يتاخذ عن طريق الوريد لا اخذته عن طريق الوريد في طرق لانه كان كثير حاد كثير اذا لما يكون الفيتامين يعني نازل من الجسم بشكل مره قوي ممكن يتاخذ عن طريق الوريد لكن استاذ زيد لو حبينا دحين نوضح للمشاهدات خاصه الامهات منهم ايش هي اهم الدلائل اللي ممكن يلاقوها في اجسام اطفالهم تساعدهم في انهم يتجنبوا مشكله من نوع اخر لاحقا او تخليهم مثلا لا انا لازم اروح الدكتور طيب احنا دائما نلاحظ خصوصا يعني عندنا في المجتمع هنا انه الاطفال دائما اكلهم مش ذاك الزود حلو صح فدائما اذا حصلنا في البدايه انه في انحراف في العظام موجود عند الاطفال لازم توجه للدكتور ضروري انحراف عظام ايه في الام في العظام لازم توجه للدكتور لاحظنا مثلا خلينا نقول تقصفات في الشعر اظافر بدات تنعفط اشياء هذه لازم نتوجه للدكتور لازم يصير في تشخيص الموضوع هذا اما اللي حاصل انه ممكن يقول خلاص يكبر الولد خلاص يتعدل وهذا غلط والله هو صحيح الواحد لازم ينتبه للعلامات يعني يسمع لنفسه يسمع لجسده ويشوف ايش الاشياء بس من شخص يروح او يروح الصيدلي يقول اعطيني ايوه بس يعني هي الفكره ان الواحد لازم ينتبه يعني كنا بنتكلم عن البقعه اللي تطلع في الاظافر يعني لها تفسيرات كثير صح؟ اي لازم قد يكون لها علاقه بالكبد او حتى يكون نقص فيتامين اي الكبد ترى لها بعد ممكن حتى في جسمك بقع ممكن يكون سببها مشاكل في الكبد هذه لازم انتبه للنقطه برضه طيب ايش ممكن تكون بقع يعني بيضه
اي لا لا ما ابيض ولا اصفر، لا في اشياء واضحه يكون حتى اصفرار في الاظافر، يكون في يسمونه مرض بالملعقه او شيء زي كذا انه اللي كذا تنعكس في الاظافر، ففي يكون أشياء مشكله في الكبد عفوا. لا لا هذه ممكن، انا اقول لك ما نقدر نشخصها الا لازم نشوف التحاليل في البدايه. لازم نشوف التحاليل بعدين يتم التشخيص، لكني اشخصها بهالطريقه لا، هذه الدلاله معناته انه عندي مشاكل. ايش المشاكل هذه؟ لازم اشوف تحاليل. والله مره خطر يعني في كثير دلائل بتبان على جسمنا بتبين انه عندنا مشاكل عضويه داخليه كثير، لكن لو جيت اسالك عن مشاكل الجهاز الهضمي كيف ممكن تبان على الجسم؟ طيب مشاكل الجهاز الهضمي، هو الجهاز الهضمي اسهل شيء ممكن ان نتعرف عليه. من يوم يصير فيه مشكله اصلا في 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 وانتم كرام والمشاهدين في الاخراج، فمعناته انه في مشكله، اما اصفرار اما يكون البراز وانتم كرامه مائل انه يكون اسود سواد، وهذه مشكله مره خطيره. فاذا شفت في شيء يعني ما هو طبيعي، ما هو خلينا نقول اسهال وانتم كرامه او امساك، لا لا في امور ثانيه. طب بس عفوا على المقاطعه، لكن تعقيبا على هذه النقطه كمان الحديد يسبب كمان مشاكل او يعني بيخلي الاخراج لون مختلف او شكل، قد يكون لكن مش السبب الرئيسي. لكن قد يكون، بس من يوم تشوف هذه المشكلة لا تقول أنا فيه حديد وخلاص ممكن أمشي عمري، لا يعني ممكن يكون نزيف وشخص. لأنه من ضمن الأشياء ممكن نزيف. يكون نزيف داخل يسمونها الجسم، هذه مشكلة يعني. والله أنا أحتاج شهادة طبية بحكم خبرتي يعني. أنا أعتذر يعني، بس أحس أنه عندي ما أعرف يعني حب أنا هذه الأشياء فأقرأ عنها. ممتاز، هذا اللي أنا أبغاه حتى المجتمع كله يكون واعي في الأمور هذه. طيب ليش الشيب كمان يعتبر من إحدى المشاكل العضوية؟ طيب بالنسبة للشيب لازم أنا أعرف أنه في خلايا متعلقة بالشيب اسمها ميلانو سايت، حلو؟ الخلايا هذه هي اللي بتعطي اللون الأسود. هي اللي بتعطي اللون الأسود. بعد سن الثلاثين تبدأ الخلايا تتأثر بعوامل ممكن تموت. إيش العوامل هذه؟ عوامل إما اضطرابات هرمونية أو تكون عندك مشاكل في البداية في البي 12، أنت ما قاعد تاخذ بي 12 كفاية. فعجلت العوامل هذه، عجلت أن يصير عندك مشاكل في الخلايا هذه قبل سن الثلاثين، قبل ما توصل الوقت الطبيعي يعني. أوكي. إذا بنحكي عن الشيب فهو في ساعات الشيب يكون وراثة. طبعا أنا شيء عمري 10 سنين الشيب وراثة، لأنه كان واحد من خوالي كذا والله مرة حلو كان. أنا أتمنى ذا الفصل البيضة من جد. بس خلينا نركز شوي على المكملات الغذائية. يعني أنا الآن ماني جالسة أكل كويس أبدا، طبعا أتوقع أنه عامة الشعب كذا وأغلبنا كذا ما ناكل كويس، فتلقانا أنه نستخدم بدائل يعني الفيتامينات علشان شوي تقوينا وتخلينا نتحرك ونقدر يعني نتكلم ونسولف ونسوي. بس أحس أنه غلط انه انا اروح اخذها والله بس اخذها. لا أي. الفكره في السالفه هذه ترى فكره تجاريه، ما هي فكره صحيه. والله اي فكره تجاريه. مكملات غذائيه، المكملات الغذائيه انا اتكلم عن الفيتامينز. اذا ما صار عندك نقص ما لها اي فائده. الاشياء اللي ذكرت حتى في الشعر لما ذكروا الفائده اللي فيها ذكروا عندنا الزنك، هذه البحوث العلميه اللي ذكرتها فيتامين د، الايرون، فيتامين اي، هذه اللي البحوث اثبتت انه اوكي هذه الفيتامينز هذه المينرالز والمعادن هي اللي عليها الكلام. لكن نجينا نروح وناخذ مالتي فيتامين ونعطي الشركه فلوس ضيعنا فلوسنا، وفعليا انا ما احتاج ممكن المالتي فيتامين. لا وفيني حاله نفسيه لازم اكلها بالوقت المحدد، لازم يعني نفسيا احس ونسيت اخذها هي تعبانه كله نفسيا احس والله. عموما ترى الحبوب تلعب على النفسيه يعني، هذا مجال حتى في الطب واسع سالفه النفسيه هذه. إيه؟ اوكي. طب في ناس بتبحث عن المكملات الغذائيه دائما من ال يعني بطرق طبيعية بشكل عام. حلو. الفواكه والخضار الطبيعية والطازجة وهذه الأمور كلها أو عصائر. لما تشوف هذه العلامات والدلائل خاصة تقول لك لا أنا أفضل بدل ما أخذ هذه السبلمنت أفضل أني أخذها مكملات طبيعية. لو تكلمنا شوية عن المكملات الطبيعية إيش ممكن يكون أكثر حاجة تفيد طبعا غير الليمون والبرتقال لأنه فيه فيتامين سي. طيب لما نتكلم أصلا لما نشوف أصلا ترتيب الفيتامينز، إن في الفيتامينز عندنا تو فاميليز أو عائلتين، كويس؟ العائلة الأولى اللي يسمونها ووتر سيلبل اللي هي ذائبة في الدهون، والفات سيلبل اللي هي ذائبة في ذائبة في الماء وذائبة في الدهون. العائلتين هذه موجود فيها الأولى اللي هي ذائبة في الدهون الإيدك أي دي إي كي، والثانية موجود فيها البي جروبز 1 2 3 5 6 7 9 12 وفيتامين سي. حلو. كل هذه لا يمكن انك تاخذها الا انك تاكل جميع الاصناف اللي ربي خلقها لك.
فواكه، لحوم، بقوليات، جميع شتى الاكل اللي انت بتاكله لازم تاكله. حتى لو اخذت الفيتامينز، احنا تذكرنا ايش في البدايه قلنا شيء ذائب في الدهون، لو اخذته وانت اصلا ما تاخذ دهون اصلا ما لها داعي هذه الفيتامينز هذه. فلذلك ان اساس نكون ناس صحيين اخذنا الفيتامينز كامل لازم ناكل، ولازم ناكلهم مثلا مع بعض. ايه يعني انت دائما نتكلم عن التوزيع، كل الجروب الكامل في الاكل، ليش انت دائما مركز على صنف وتارك صنف؟ هنا النقطة اللي فيها المشكلة، اللي احنا دائما المشكلة في فيتامين د فقط، فيتامين د. دائما ينصحون انه نكثر سلطات، يمكن سمعناها كثير، او اوراق الخضرة سلطة، اي او كثروا تبولة او كثروا، فعلا تفيد فعلا في السلطات. ممكن بعض الفيتامينز زي مثلا خلينا نقول فيتامينز اللي ذكرناها في البدايه في ايديك وبعض والفيتامين سي، لكن لما نيجي لما البي جروب نلقى غالبتها في اللحوم او البرودكت حقه الحيوانات. نعم تمام. والله شوف انا فأنا لازم نشكل ما نشكل حتى مع السلطه. والله بعضنا ما ياكل لا لحم ولا دجاج الا نادرا، نادر تلقاه يوخر اللحمه ولا الدجاج وياكل الشيء الثاني. هذه تصير نباتيين، مش نباتيين، لا تلقاه ياكل بس انه ما يحبها مثلا. نوادر. بس اللي ابغى اساله، كيف نعلم اطفالنا من هم صغار انه ممكن يستفيدوا من الاكل اللي موجود، حتى لو احنا ما نطبخ اكل مفيد بس ممكن انه شوي هم ينتبهون للمواضيع هذه. طيب بالنسبة للأطفال يعني هذه مشكلة عويصة صراحة، عجزنا يعني صعب أن نتعامل معها. مشكلة الطفل أن في البداية أنا اللي نخربه. صحيح. ما كنت أنت تخرب المدرسة، في المدرسة زملائي يخربونه، أما أنت خربت تجي جدة جدته بيخربونه. إيه عطوف. إيه. فهي هنا المشكلة، أنه أنا كيف الحين المشكلة أصبحت ما هي مشكلة أنه أنا أعطي أكل، لا المشكلة أنه كيف ألعب في نفسيته وأخليه يأكل. حلو. فانت لا تقول هذا والله أدلت وكبير اني بعطيه مثلا معلومات وبلعب على المهارات الموجوده عنده وراح ياكل، لا لا. فالحل الوحيد اللي ممكن ان نتعامل مع الاطفال، وانا شايف انه مره حل جبار، انه لازم نسوي الاكل، معليش يا الام او اللي الموصى بهذا الابن، انك انت تبدعين شوي في شكل الاكل. يعني الطفل غالبا عشان ياكل لازم يشوف شيء مره، يعني هو ليش ياكل حلاوه بس اشياء مغريه كذا، اشياء مغريه له على يعني يستوعبها وخلاص، هو اصلا خلاها انه متحمس لهذا. ايش هذا؟ ابي اتعرف عليه. دكتور يد الرايقه اللي تقعد ترسم لولدها بالاكل، والله يعني اذا كان امر عليها بالابناء هذا استثمار، فالواحد لازم صراحه يستثمر. يعني استاذ زيد نقي اخصائي تغذيه، احنا نشكر تواجدك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه، اثرتنا وافدتنا كثير في العديد من النصائح، مره شكرا. اهلا وسهلا. واستمتع بالجو. ايه فعلا الجو استمتع بالجو جدا. اهلا وسهلا. مشاهدينا احنا نطلع فاصل بس مكملين معكم. تابعينا بعد الفاصل، كيف تخلقين أسلوب تواصل متميز مع ذوي متلازمة داون؟ من المشكلات التي تواجه أصحاب متلازمة داون أو بما يعرف بالشخص المنغولي هي مشكلة التواصل الاجتماعي مع الآخرين، لكن للأسف الشديد هذه المشكلة ليست مشكلتهم، هي مشكلة مجتمعية، مشكلة ثقافة مجتمعية بمعنى أصح، قد تصيب الأشخاص اللي حواليهم لا تصيبهم هم. لكن اللي يثبت لنا هذا الكلام هي تغريدة أستاذ نايف الرشيدي وهو يصف فرحة ابنه بهطول المطر. نتابع الفيديو مكملين. هاي هادي تعال تعال. طبعا راح نحكي بهالموضوع اكثر وراح نتكلم اكثر بهالموضوع معنا الاستاذ ضيدان بن محمد، والد الطفل او والد طفل من ذوي الهمم. خالد حياك الله. خالد يا جماعه اليوم بسم الله على قلبه هايبر. ايوه حياك الله. اهلا وسهلا فيكم. حياكم الله، شكرا على الاستضافه. يا خالد سعيد باستضافتكم وسعيد بانه يكون يمثل زملائه واصحابه واخوانه واخواته من ذوي متلازمة داون، ليثبت للاسر الجديده ويثبت لكل المجتمع ان متلازمة داون هي جزء بسيط من شخصيه الانسان. هذا الانسان اللي ولد بهذا الخلل هي جزء منه. قبل نبدا معليش انا اصحح للاستاذه قبل شوي، رغم اني صححت لكم يمكن على الواتساب في رساله مساله
يعني المصطلح القديم صحيح. السابق الذي أصبح الآن مجرب وأصبح من يعني من النعوت العنصرية، لأنها تصف أشخاص أو تصنف أشخاص حسب عرقيات معينة أو كذا، فهم فقط الأشخاص ذوي متلازمة. هو ليس تصنيف عرق، لو تسمح لي أوضح لك أستاذ إذان، هي متلازمة داون لشخص، الشخص اللي اكتشف هذا المرض كان اسمه داون. لا أنا ما أتكلم عن الداون، أنا أتكلم عن تصنيف نطقته قبل شوي، أنا ما أبغى أنطقه وأنا أحذر دائما منه، وخصوصا أنتم كإعلاميين. هم أستاذ ضيدان، إحنا نعرف أنهم هم من ذوي الهمم وهم ناس جدا مميزين، وأنا قبل الهوى أقول لك محظوظ، وأنا فعلا أعنيها محظوظ، لأنه التميز اللي بهالأطفال ما حد راح يعرفه إلا اللي عاش معهم واللي جربهم واللي جلس معهم، عشان كذا أقول لك أنت هنيالك من جد محظوظ. الله يسعدكم، أنا ما أشك في مشاعركم وكذا، لكن هي فقط مجرد تصحيح معلومة. أكيد الكل يخطئ فيها فقط، نوصل يعني مشاعرك ومشاعر خالد كمان، لأنه أكيد هي وصلتك بحكم أنه أنت والده أقرب شخص له، وكمان أخوه فهد موجود معاه، وخالد يا جماعة أصر أنه هو أخوه يقعد معاه كمان، يكون من ضمن الجلسة اللطيفة هذه. فإحنا نبغى نوضح من جد للمجتمع وللكل أشخاص، أنت إيش اللي مزعجك بشكل عام؟ إيش اللي أنت شايفه أنت كوالد خالد وكوالد طفل بيعاني من مشكلة؟ إيش تحس المشكلة اللي يعني اللي بتواجهه من المجتمع؟ يعني مشكلته مع المجتمع وليست مشكلته هو، لأنه هو ما عنده مشاكل. المشكلة الأولى يعني لو قلنا مثلا مع التعامل، التقبل، الوعي الكامل للحالة. عدم الوعي بالحالة يجعل الناس حتى بعض الأسر الجديدة في بداية وجود الطفل عندهم يركزون على الحالة وينسون شخص الطفل، ينسون طفولته، ينسون أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بطفل، ولد أو بنت جميل، هو ابنك فلذة كبدك، بغض النظر عن هذه الجزئية اللي ولد بها هذا الطفل. المجتمع يركزون على مسألة متلازمة الداون، على الحالة، ويعني يجعلونها تطغى على، يعني حتى أنه يظهر بعض يعني الأفكار الخاطئة. هناك صور نمطية، قصدك أنهم بيوصلوا كمان لأبنائهم، بيوصلوا للناس اللي من حولهم، يعني هذول الأشخاص اللي بتقصدهم. يمكن مشكلة عملية الدمج أكثر، الدمج يعني كيف صحيح. يكون في دمج في المجتمع، دائما فاقد الشيء لا يعطي. إذا رب الأسرة مثلا سواء أب أو أم ما يعرف عن الحالة هذه، فبالطبع لا يمكن أن يوصل إلى أطفاله. لذلك نرى وعلى مجال ضيق، نحن بحمد الله في مجتمع أصبح الوعي جيد، أصبح الوعي المجتمعي بالذات بذوي متلازمة داون في المولات، في الأسواق، في المحلات، في جيد جدا يعني. لكن يبقى هناك بعض القصور اللي يعني نحتاج دوركم أنتم كإعلاميين بنقل الصورة الحقيقية بعيدا عن الصور النمطية. هناك صور نمطية يعني حتى منها بعض المصطلحات وبعض التسميات المزعجة لهم، لأنها بعضها كانت تستخدم في السابق صحيح، ولا زال البعض يستخدمها حتى اليوم رغم تجريمها ورغم منعها ومنع استخدامها. تبدأ المنع يبدأ من شخص واحد، والبداية الجيدة تبدأ من شخص واحد، وأنت خير مثال أستاذ ضيدان. بس اسمح لي أسألك، كيف نقدر ندمجهم بالمجتمع؟ كيف ممكن نخليهم عادي بالمدارس؟ كيف ممكن يكون في عندهم، ما نقول أن عندهم مدارس خاصة تعلمهم، لا، أنه يندمجون بالمدارس العادية بس يكون لهم تعامل خاص. إذا تسمح لي بس قبل ما أستاذ ضيدان يتكلم، خالد راح جاب شنطته ورجع. خالد إيش فيها الشنطة؟ قلم؟ والله وإيش كمان؟ وإيش كمان فيها؟ مرة شكلها مهمة اللي طلعت تركتنا وجيت، وريني. طيب لا تطلع علينا أغراض الشنطة يا طيب. ما يبغى؟ يمكن فيها شيء ما ندري وش، يمكن فيها مفاجآت. فيها فيها مفاجأة. طيب اسمع، مناديل. الله، مراحل وقت مناديل حقت النظافة. طب تعال عن يا حياتي، نظف جزمته يا جماعة. موقف شهادة انت، خلي ننظف. شاطر يا حياتي، ماما شاطر انت، برافو عليك. خلود تفضل، بس نرجع الى الحديث والتركيز.
كل هذه الأمور ترجع إلى القبول صحيح. والنظرة الواعية، النظرة الواقعية صح. بحيث أن لا نزيد عن حدهم، بعض الناس يبالغ صحيح. وهذولا بركة وخير وإلى آخره، نعم هم والله بركة وخير ونعمة وفضل من ربي وعطاء يعني عظيم، لكن مثله مثل بقية إخوانهم صحيح. أنه قصدك لا تميزوا مثل فهد عندي أنا بالنسبة لي مثل البقية، تميزه هذا ما يجعلني لا أعطيه أكبر من مكانته ولا أقلل من حقه. جميل. لذلك يعني القصور الآن لما نلقى أحد يقصر ينظرون للنظرة القاصرة، يعني الله يلطف بحاله. أكيد في بعض الأهل ما يقدروا يوازنوا النظرة هذيك، يعني نظرة الشفقة تقلل من شأنهم. نعم صحيح. الشفقة اللي تتجاوز حدود المعقول والمقبول. نعم. نعم. فدمجهم في مجتمعهم أولا أسرهم المصدر الأول من الأسرة، الناس تنظر لك مثل ما تنظر أنت لطفلك صحيح. أنت إيش نظرتك لطفلك الناس تنظر لك صحيح. أنتم الآن صحيح. تعاملتم وشفتوا كيف خالد، لأن شفتوا من تعاملنا مع خالد. أكيد. إيه نعم أنت خالد. أي حبيبي إيه. بس أنت مشغول الآن، أنت ما شاء الله صرت بسم الله على قلبك ضايق من خالد. كم عمرك؟ كم؟ سنوات. الله يحفظك. بسم الله عليك. أيوة. سبع سنوات ولا ثمانية ولا تسعة؟ كمان خليني لو تسمح لي أيضا أستاذ ضدان أسأل فهد أخو خالد. فهد أنت أخو الكبير وخالد كان مرة مصر أنه أنت تكون متواجد معاه اليوم وتقعد معاه وتكون يعني من ضمن هذه الجلسة. خليني أسألك على الحياة، حياتك أنت الشخصية وكيف تقدر تواجه العالم مع خالد. إيش تحس أن الناس عندهم نقص تفكيري أو ثقافي، إيش الوعي اللي هم غير مدركينه بيواجهوك فيه وإنت تقدر ترد عليهم فيه؟ اولا نفس ما قال الوالد انه كانوا نظره شفقه واخوك الله انها مسكين الله يشفيه الله يطف بحاله. اللي صرت انا اقول لهم لا، وانه هو كان في ناس بعد ان هذول ما اعمارهم قصيره ما اعوذ بالله ايه قلت لين علمتهم انا، قلت له الطب تطور والناس الحين خلاص وخالد يعني ما غير مثل نفس الأطفال الثانيين. في شيء بيضايقك يا فهد مثلا من تعليقات الناس اللي حواليك، تحس انه انت اوقات تشعر بالاشمئزاز من هذا التلفظ او من هذا التفكير من العالم اللي حواليك، خصوصا انه انت شاب مراهق يعني لسه ما يعني ما وصلت لمرحلة انه انت تقدر تصد هؤلاء الناس عنك؟ اي والله بتصير مرات، لكن ايش اكثر لفظ يضايقك يجي عن خالد او اكثر تعليق؟ خلينا اكثر لفظ او تعليق اللي هو كلمة اسمها قالها الوالد منغولي. هذه كلمة تزعجك؟ اي تزعج وقديمة اصلا وخلاص تغيرت. يعني انت تحس الكلمة زي سبة؟ نعم تحس الكلمة زي سبة ايه؟ ويضايقك لما احد يقول لك انه خالد كده ايه؟ طيب ايش بترد عليهم؟ على فكرة فهد فهد محامي بسم الله على قلبك. هذه خريج كلية خريج محاماة ما شاء الله تبارك الله. طب كمان حلو انه تخصصه كمان هيساعده في كثير اشياء. الاخ الكبير الاخ الكبير عبد الله وفهد ومحمد توأم فهد ما شاء الله لذلك ما شاء الله الله يحفظهم الله يحفظهم. طيب. مرة مزعوج خالد والله خالد معلش أنا قلت لكم قبل الجاية احنا جايين في الطريق المطر. الطريق فيه مطر وتعرضنا للمطر وكذا فانفعل شوي لكن الآن الحمد لله ما عنده مشكلة خالد يعني هذه في فضول أسألك عن أشياء كثير والله مرة حلوة حابة أسألك عن يعني زي ما قلت أنه أنت إيش نظرتك لعيالك وكيف تشوفهم؟ العطايا واحدة كل الأخوان وكل الأبناء متشابهين ما يختلفوا في عين والدينهم، لكن إيش تحب في كلمات تحب أنك تنصح فيها الأهالي الوالدين حتى يساعد على اندماج أبنائهم أكثر وتقبلهم وتنمية قدراتهم؟ بنعرف يعني هذه العطايا ربي معطيها يمكن هبة ما هي موجودة عند الإنسان. أنا أختي بنتي مثلا يعني مثلا قلت لك مثلا أتوقع حب السباحة دقيقين جدا لطيفين في التعامل إنسانيين جدا يعني جدا أنا 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 خالي زي خالد وما شاء الله الحين عمره 50 سنة وكثير يحبني حتى يكلمني بالتليفون يقوم يلبس الثوب عارفه ما يحب يكلمني وهو ملابس الثوب فاحب فيه ادبه في التعامل حنيته في التعامل. فلو تقول مثلا الاهالي ايش تحب تقول لهم؟ والله انا دائما اقول للاهالي لا تركزوا على متلازمه داون وتنسوا
أنه عندكم إنسان إنسان صح. كله رقة كله مشاعر كله حنان كله عطاء صحيح في مراحل الطفولة وحتى الغالب منهم تمتد الطفولة معهم إلى سن المراهقة صحيح. بعضهم حتى وهو مراهق تحس فيه سبحان الله العظيم جزء كبير من الطفولة من رقة الطفل صحيح. رغم أنه كبير صحيح. خالد يعني أحيان كثيرة يفاجئنا بأشياء والله العظيم تأسر قلوبنا يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين احنا أسرة مترابطة والإخوانة قبله يعني احنا وياهم يعني في التربية وأمور الحمد لله كل المودة وكل اللطف وكل التعامل الجميل لكن سبحان الله العظيم خالد يبرز في أشياء ما نتوقعها لا يعني رغم حالته بعض الأحيان حتى وإحنا أسر واعين تؤثر علينا يعني الصور النمطية يعني يبقى في ذهنك شيء أنه هالأشخاص محدودي القدرات أنهم لا نهائيا يعني لا أبدا صحيح شوف مهما كان لابد أنه أنت تتأثر لو عقلك الباطن أنا أدافع عن الشيء هذا وأنا أثبتت الشيء هذا أنا في حساباتي في تويتر وفي الإنستغرام وفي مدونتي وفي كل حساباتي الحمد لله رب العالمين أنا أثبت عن خالد وعن جميع أبنائنا بناتنا غير خالد سواء من عندنا من السعودية من الوطن العربي أو حتى من العالم أثبتوا نجاحهم وأثبتوا أنهم أفراد مثل بقية الأفراد رغم تأثير متلازمة داون عليهم في تدني بعض القدرات بعض المهارات لكن هذا ما يقلل من إنسانيتهم ما يقلل من مشاعرهم إطلاقا بالعكس إحنا أصلا كنا يعني دائما نشجع يا أستاذ ردان إنه ندمج هذه الفئة مع المجتمع إحنا حابين إنه إحنا نتكلم أكثر مع هذا المجتمع مع هذه الفئة عفوا وقد إيه نبغى ندخلهم في المجتمع بحيث إنه مش عشانهم هم عشان المجتمع صحيح احنا لازم نتقبلهم في الاخير هم زينا هم ما في شيء ناقصهم نهائيا بالضبط احنا نحتاج الى الوعي المجتمعي في هذا الموضوع لكن لو تسمح لي اسالك بالنسبه لجمعيه دسكا هي جمعيه معروفه للمصابين بمتلازمة داون ما تحس انه هي سوت دور شويه يعني مختلف نوعا ما خلال السنتين اللي فاتت والله مع شكري واحترامي لجمعية ديسكا وغيرها من الجمعيات لكن لا زالت الأعمال المفترض توفيرها لذوي متلازمة داون لا زالت متدنية وأنا ما أحمل لا ديسكا ولا الجمعيات الخيرية خصوصا أنا أحمل مؤسسات المجتمع الرسمية أنا أحمل وزارة العمل وزارة التعليم وزارة الصحة أحملها وزارة الإعلام وأنتم جزء من الإعلام أنا أحملكم الدور في نشر المعلومة الصحيحة في نشر التسميات الصحيحة وحتى يعني نساهم في مسح الصورة وكسر الحواجز ومسح الصور النمطية القديمة فهذا جزء من الدور ديسكا أو غيرها من تقوم بأعمال أنا ما تعتبر يعني بسيطة نوعا ما أستاذ يعني أنت ما تحس إنه هي يعني بسيطة إذا قارناها بالدور المجتمع كامل صحيح. في غياب في غياب أيوه. كبير صحيح. للدور المجتمعي ككل فإحنا اللي يهمنا في البداية التركيز التوعية الداخلية الأسرة ومن بعدها تصير في توعية كم أنا أحب أشكر وجودك اليوم أستاذ ضيضان وأحب أشكرك يا خالد اليوم ويا خالد شكرا تعال هنا معي خلينا نختم انا وانت نطلع فاصل تعال ما تبي تيجي طيب شكرا لوجودكم اليوم مشاهدينا احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل تابعينا بعد الفاصل كيف يهرب الزوج من أسئلة الزوجة طبعا بعض الزوجات تضايق شوي من ازواجهم ليش والله انه يخفي عنها اسرار بعدين لما يخفي عنها الأسرار لازم تروح عليه وتقول له وش فيك وش جاك ولا لا لا وتظل تزني حول ولا العظيم وتظل تعيد وتزيد بنفس الحكي لين ما تطفش الرجال اليوم معنا كونان داخلي يا حرام والله العظيم اليوم معنا عهود العسكر طبعا حياك الله عهود رح نتكلم أكثر عن هالموضوع عهود شو رايك الله يحييكم فعلا حبيت أنه المرأة كونان كل مرأة في داخلها محقق صغير كذا تستخدمه بالفطرة هذا محقق بالفطرة يعني برضو نحكي عن طبيعة المرأة البيولوجية طبيعة المرأة الفطرية في التعامل مع الرجل اختلاف الطبيعة بين الرجل والمرأة اللي قاعدة أتكلم عنها الآن الطبيعة البيولوجية بين الرجل والمرأة الاختلاف بينهم هو اللي يسوي هذا ردة الفعل السلبية هذه
الرجال يهرب من جد يعني لما تيجي تسأل وتزند زند فعلا زن. الرجال يهرب لأنه المرأة تصر وتزن زي ما قلتي. أوكي. إصرار المرأة وطريقتها في استخدام وسيلة الإلحاح هذه هي اللي تخلي الرجل يهرب منها. جميل. بسبب طبيعة الرجل الفطرية، الرجل ما يحب أنك تجين تأخذين مني معلومة يعتبرها هو بذاته معلومة سرية. جميل. فالرجل يحتفظ بأسراره، ما يحب أنه يطلع يقول لزوجته ولا يقول للناس ولا هو في الأصل هو السر ولا هو يبغى يكون سر؟ هو يبغى يكون سر. أي شيء في حياته صار سر؟ طب ليه متزوج؟ لا، الحياة مش أسرار، هو ينقل الشيء اللي يبغى ينقله للزوجة، لكن في معلومات هو يحب أنه يخفيها إلى أن يجد لها حلول. في مساحة وين المصيبة؟ لا سيبك من المساحات هذه والحديقة السرية وكل الإكسكيوز اللي يديها الرجل. لا خلاص، خلي هو لي سبيس حقته ومساحته والحديقة السرية، هذه خطوط حمراء ما نبغى نقربها، عارفينها. لكن المصيبة لما الزوجة تكون عارفة الجواب وتسأل السؤال وهو يتهرب. هذه مصيبة مصيبتين هنا، يعني بتستجرج يعني. ايه؟ مثلا تبغى تسمع منها الجواب، هي الآن انت تقولين هي عارفة الجواب. ايه؟ ليش تسأله؟ تبغى تسمع منه. لا ما مشكلة، هو مو الرجل ما يمشي على الرجل ما راح يمشي على كيف المرأة. لما تطرح السؤال لازم تختار الوقت المناسب. لازم تختار المكان المناسب وتعرف شخصية الرجل اللي هو جالس معه. مو جالسة أدافع عن الرجال، بالعكس. يعني أكيد أنا بكون مع أو مع السيدات، يعني منطقية زي ما قلتي. تمام. لكن طرح السؤال أن هي ترى أنا أفهمة بس أبغى أخذ منك المعلومة، هنا المشكلة. شوف أنا أتوقع هو يختلف على حسب الموضوع يا عهود بأمانة. يعني في أشياء أمشيها وما أبغى أعرف أجوبتها، وفي أشياء عارفة أجوبتها وأقول طز خليها تعدي. أوكي. وفي أشياء لا أبغى أسمعها منك، لأنه هذه فيها قرارات مصيرية وفيها أحكام. تبغين تسوي مشكلة بعد ما تسمعي؟ لا أكيد حيكون الجواب. لا، هو مفروض إذا هو مثلا عنده أسرار وحابب أن يكون عنده أسرار وكذا، حلو المواجهة، حلو الأخذ والعطاء، حلو الحوار إذا نبغى نسميه حوار. هذه الأشياء مفروض أنها تكون موجودة. تمام. في العلاقة الزوجية. تمام، تختلف عن الحوار، صح. أيوه. عليك. حلو أن المرأة تختار المكان المناسب والوقت المناسب أنها تتحاور معه. طب كيف أتحاور معه؟ الفكرة بس معليش الأولى أبغى أوضحها، مو فكرة أنه أنا عندي أسرار ما بعلمها، والله خايف أنه أحد يأخذها مني. لا، هو لما يكون عنده موضوع في باله ما يحب ينقل الأحد إلى أن ينتهي هذا الموضوع. يعني عنده مشكلة معينة ما يحب يجي يقول لك أنا متضايق مثلا، أنا متضايق، أنا منزعج، أنا معصب، اليوم صارت معي في مشكلة بالعمل، عندي أوراق كثير ما أنهيتها، عندي ضغط، ما يحب يتكلم. لما يجد حلول للمشاكل هذه، يعني هذا بالنسبة لك أنت كمرأة مو سر، صح؟ ولا يهمني أنا كزوجتني أعرف بصراحة. لا بس في نساء تحب تعرف ليش متضايق، ايش فيك، ايش مزعلك، يعني متغير علي، ليش ما تبغى تجلس معي، ليه جالس لوحدك، ليه قاعد تقرا جريده، ليش مو معطيني اهتمامي. اكيد في واحده ثانيه فعلا. يجي عاد الشك الجميل ذا، ويبدا عاد عدم الثقه بالناس. عدم الثقه بالرجال، تبدا الاحلام والاوهام، وتبدا تفكر وتبدا الخيالات. بنت للحرمه بيت الثانيه، والله سوت له بيت وصاير يروح عنده وكل شيء كل شيء وتركها. بس اللي نبغى نعرفه الرجل، مش ما نقول انه يهرب زي ما ذكرتي انه هو يدور الوقت المناسب، بس حنا ما نعرف ايش الوقت المناسب، ولا نعرف حنا متى راح نتكلم وراح نقدر نروح عليه ونساله انه ايش متعبك، ايش مضايقك، متى نعرف الوقت المناسب؟ لا احنا ما نساله ايش متعبك، ايش مضايقك، لانه ابدا ما يحب كذا. اوكي ايش نعمل؟ طيب قولي ايش هب طال عمرك. يحتاج اهتمام. لا فعلا ايش هب؟ لا انت قولي لي. لا مو انا، شوفي يعني برضو برجع احكي انه عند الرجل عنده السيطره والهيمنه والقياده. أوكي. هذا متفقين عليه من زمان، ما راح نقدر نتكلم عنه. انا كمراه ماني اضعف منه، ما ارى نفسي اضعف منه، بس انا ما اقدر احط راسي في راسه. هو ايش يبغى، شلون بتعامل معك، حتى هو لازم يعرف كيف يتعامل معه. يعني مثلا اعطيكم مثال، المراه تجي تحكي تفاصيل دقيقه 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 دقيقه، هو ما تخصه، ما تهمه. والله لون المدري ايش لونه كذا، ايش دخلني؟ فتضايق تنزعج. طيب لكن كيف اتعامل معه؟ مثلا لما قلتته انا كيف اتعامل، ما تساله، لا تلح عليه فيك، شو مضايقك، هو ما يبغى كذا. فقط تبين له انه ترى انا متى ما احتجتني انا بكون موجوده. اذا راها انها بمثابه الخبير او بمثابه المختص حيجي هو نفسه يسالها. جميل. ممكن تساعديني، انا عندي مشكله ابغاك
يعني بيجي بيحكي مرحبا. بس تتركه لا تقعد تلح لا تصر. هو يحب انه وقت المشاكل, وطبعا ما راح اعمم لكن خلينا نقول اغلب الرجال وقت المشاكل يحب ينزوي, يحب يجلس في كهف وما يحب حتى يطلع حتى يعني هو شخصية الرجل اصلا شخصية منزوية بشكل عام, مو شرط انه يكون بس يعني وقت المشاكل, يعني هو خصوصا في البيت خلاص قاعد ومروق في البيت بيستكن بيعتبره زي وقته الخاص. لكن حتى الحوار مو شرط يكون في سر او في مشكله بتواجهه في العمل او فين ما كانت ما ابغى اتكلم عنها. انا بشوف حتى انه مثلا ممكن يكون في الحوار الرجل ما يحب يتحاور ما يحب يتكلم. ايوه بالضبط, احنا مو شرط احنا نحب نتكلم كلام كثير وتحب تحكي مشاعرها وعواطفها وتفاصيل وايش صار وايش ما صار وايش صار معها في العمل وايش صار معها مع الاطفال. هو ما يحب كذا, فهو بطبيعته أصلاً فطرية ما يحب أنه أنا والله أسمع تفاصيل خلاص الزبدة النهاية. فالرجل لما تجي المرأة تحكي مشاكلها هو يجي يعطيها حل فهي تضايق. أنا بحكي يعني طيب خليني أسمعني. هذا الاختلاف الغريب ما بين تكوينة المرأة وتكوين الرجل وكيف فعلا. ممكن نعمل خط لقاء بيناتهم بحيث أنهم يكونوا منسجمين. تفاصيل كثير, ليش دائما نشتغل على المرأة أنت كوني وأنت سوي وأنت بادري؟ طب والرجل يا أخي, طب ما هذا الشخص اللي في حياتك تحب التفاصيل نضحك عليها يوم وأديها تفاصيل, ليش أنا لازم أراعي أنه هو إنسان ما يحب يتكلم ويحب يتهرب من الأجوبة؟ هي اللي اشتكت هو ما اشتكى, فبالتالي هي لازم تدور على حلول مش هو يدور على حلول. عرفنا هذه الإجابات, لكن برضو لازم الرجل كمان يستوعب الاختلاف هذا صح؟ تمام اوكي. الان احنا هنا في محك اي انت يا مرأة واجب عليك انك تسوين لا 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 مش واجب على المرأة فقط انها تسوي وتغير وتعرف تقرأ عن الرجل, لا الواجب على الطرفين انهم يتصرفون. لكن انت قلتي الان حاجة خطيرة جدا انه الرجل يعطيها تفاصيل مخالفة لطبيعة الفطرية ما يستطيع صحيح. يعطيها تفاصيل صحيح. لكن يستطيع انه يسمع لها المرأة ما لما يكون عندها حاجة تبغى تحكيها هي مجرد انها تبغى تفضفض وتحكي للفضفض ما تبغى حل انفعالي. ترى انا ما ابغى منك جواب صحيح. ما ابغى تقولي ترى الحل كذا. لما الرجل يعطي للمرأة حل هي ترفض هذا الحل فيزعل ما عاد يسمع له, يقول لو سمحتي خلاص صح. انا لك مني ولا عاد ابغى اسمع اذا انت ما تبغين تسمع معين الحلول صحيح. فلازم هي تقول من البدايه انه انا اصلا مو جاي ابغى حل, انا جاي ابغى صح عليك. اذا فقط الحل انه بس اسمع مده خمس دقائق هي تبغاها عن تفاصيل المراه المراه ممكن يرضيها اشياء بسيطه يعني مو لازم مجرد اهتمامك فيها. هي شيء مستحيلة في الآخر يعني. مو شيء مستحيل. شيء جدا بسيط. مجرد اهتمامك فيها. فعلا يعني حق العشرة اللي بيناتنا أعطيني من وقتك. صحيح. بسيطة. والمرأة بنفس الشيء نفس الوقت لازم يعني تعرف الطبيعة البيولوجية عند الرجل واختلاف الرجل وكيف الرجل يفكر. لما المرأة تطلب من الرجل حاجة لا تطلبها بوقت أصلا غير ملازم. الزهرة والرجل. والله ما خرب يعني البيوت غير ذلك. نبغى يقال في التفكير والله اعمل فيه مع الرجل, لكن في سمات عامه انا كرجل ما احب, لكن اي رجل انه في من في رجال يحبون التفاصيل لكن استثناءات أي. اتكلم يعني عن الطبيعه يعني العامه. طب هو ده الموضوع يرجع للتربيه عهود يعني السبب انه في التربيه يعني احس الكثير ما اعرف كيف بس انه الشاب اللي لما يخالط اخواته البنات لما يكون قريب منه مره قريبه منه بيكون تكون يعني علاقه بيتفهم اكثر السيده ثقافه البيئه وتربيه البيت والاسره تختلف يعني لما اكون انا بعيد عن الاخوات وبعيد عن الاهل
اتفقنا من البدايه تركيبه رجل المراه مختلفه عن بعض، لكن لابد انه يكون في تفاهم لتقبل شخصيات أيوة بعض. صح. شكرا لوجودك يا عهود اليوم. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل. تابعينا بعد الفاصل، ما مخاطر استخدام مستحضر الايزوتريتينوين؟ مشكلة حب الشباب تعاني منها كل شابة تبدأ من سن المراهقة إلى ما بعد ذلك، ممكن أنه هذه الفترة تطول أو ممكن أنها تتخلص من مشاكل حب الشباب في وقت مبكر، كيف؟ خلونا نتابع التقرير مع بعض. الشباب ومشاكل البشرة أزمة يعاني منها الجميع بمراحل مختلفة، وتتطلب العلاج في كثير من الحالات. هنا بيت القصيد، فبين الخلطات الطبيعية والكريمات مستحضر الايزوتريتينوين، أكيد عرفتن عن ماذا أتحدث. من دواء الروكتان هو من الأدوية الفعالة في علاج حب الشباب، مستخدم من أكثر من 20 سنة، يعتبر دواء آمن تحت إشراف الطبيب. هو الدواء هذا الروكتان أو الأيزوتريتينوين اللي هو اسم الكيميائي، ويجي بمسميات كثيرة تجارية، هو من مشتقات فيتامين A، ويعتبر مقشر ويسبب انكماش أو ضمور في الغدد الدهنية اللي تكون سبب حب الشباب، وأيضا يقتل البكتيريا المسببة. هو دواء فعال جدا صراحة، وهو السلاح الأخير في علاج حب الشباب الشديد المتكيس. إنه ذلك المستحضر السحري الذي يخفي كل شائبة في البشرة، والذي رغم محاسنه أضراره تفوقه، فتلجأ الكثير من الفتيات لاستخدامه دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أو دون احترام محظورات استخدامه. فما هي الخطورات؟ في أضرار شائعة تحدث مع كثير من المراجعين والمرضى اللي يستخدمونه، منهم الجفاف، جفاف البشرة، جفاف الشفايف، جفاف الأنف، فمرات حتى ينزف الدم من الأنف من الجفاف. لهذا نحتاج ترطيب الجلد، ترطيب الأنف بالفازلين وغيرها، ترطيب الأرض العيون، استخدام قطرات الدموع الصناعية على أساس أنها ما تجف، عدم استخدام العدسات اللاصقة أثناء الكورس حق العلاج، لأنه قد يسبب تهيج للعين بحكم الجفاف اللي فيها. بعد الجفاف اللي هو شائع، في أسباب ثانية، مثلا في أشياء ثانية يسويها اللي منها قد يرفع انزيمات الكبد، لهذا احنا يعني ناكد على انه يكون تحت اشراف طبي. فيه تحاليل قبل لا نبدا العلاج، وفي تحاليل اثناء العلاج. فلا انزيمات الكبد قد ترتفع، اذا ارتفعت كثير لازم نوقف العلاج عشان ترجع الى مستوى الطبيعي. ايضا المهم ايضا اللي هو الدهون، عندنا الكوليسترول والدهون الثلاثيه قد ترتفع. فلا اذا ارتفعت شيء بسيط نقول لهم يعني يتبعون حميه اثناء العلاج، اذا ما نفعت قد نضطر نعطي ادويه خافضه للكوليسترول والدهون، أو نوقف علاج في النهاية. فهذه التحاليل مهمة جدا، لهذا احنا قاعد نقول إشراف طبيب. ففي تحاليل اللي هي الدهون والكبد وغيرها وأيضا الحمل، فلازم نأخذ بوصفة. لهذا الآن في السعودية بدأوا هيئة الغذاء والدواء مشكورة أنه لازم بوصفة زي مضاد الحيوي وغيره، لأنه صار له مشاكل، لهذا لازم بوصفة. في بنات للأسف كان أول ما جينا كان يأخذون، أول ما جينا من أمريكا كنا نشوف العيادة يبغون يأخذون عشان يزين، عشان يقشر، ومو دواء عشان تكشير، هو يزين اوكي، لكنه لازم ياخذ في حاجته اللي هو حب الشباب وغيرها من الامراض. يعني ما ياخذ فقط في حب الشباب، ياخذ الامراض الثانيه. التحاليل ليست تكون ببدايه العلاج، تكون برضو دوريه كل شهر، مرات كل شهرين على حسب تحاليلك انت، سواء دهون او 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 الانزيمات. فبدون متابعه حضر نفسك اكثر ما حتنفعها. هو الدواء امن ولكن تحت اشراف طبيب. فهذا كثير نحرص عليه الصيادله والمجتمع. رح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب معي عبر الهاتف بالدكتور ناصر القحطاني، مدير إدارة سلامة الدواء وإدارة المخاطر في هيئة الغذاء والدواء. حياك الله دكتور ناصر. الله يحييكم وشاكر جدا للاستضافة، وأتمنى أن نفيد ونستفيد.
اهلا بك. شفت معنا التقرير يا دكتور ناصر، وكنا بنتكلم عن هذا المستحضر ايزو تريتينوين اذا قلته صح. اعرف انه في كثير من التركيبات او العلاجات في هذا التركيب، واكيد كمان في بعض المراهم والكريمات اللي برضه يحتوي على مشتقات فيتامين اي، لما لمشتقات يعني عفوا ردود افعال جميله على البشره وعلى غيرها، لكن في البعض بيستعمل هذا الدواء بشكل جدا عشوائي. كلمني او خليني اسالك، متى ممكن نستعمل هذا التركيب؟ طبعا مستحضر ايزوبيتينوين يعتبر احد العلاجات الناجعه في حالات حب الشباب الشديده. طبعا في حالات فشل الخيارات العلاجيه التقليديه التي فشلت في علاجها، مثل المضادات الحيويه سواء الموضوعيه منها او التي تعطى عن طريق الفم او الكريمات او المراهم او الغسولات. طبعا في حالات الحب الشباب اللي نتكلم عنها، اللي هي حالات حب الشباب العقدي وحب الشباب المكبب، وكذلك حالات حب الشباب التي تؤثر على البشره بشكل جدي جدا، وقد تؤدي الى ندبات وتؤدي الى تشوهات. نعم. طبعا قد تمتد فتره الكورس العلاجي من 3 إلى 4 أشهر حسب شده الحاله. في كثير من الحالات يعني قد يكون كورس علاجي واحد كافي، لكن في بعض الحالات العلاج في كورس علاجي ممكن نكرره مره او مرتين. جميل. طيب دكتور ناصر، كمان في عندنا رقابه موضوعه من هيئه الغذاء والدواء على جميع المستحضرات، خاصه هذه الفتره يعني خلال السنتين اللي فاتت بالذات صرنا بندقق ايش داخل ايش خارج من السوق. صحيح. لا، وهذا الدواء تحديدا يمكن او هذا النوع من انواع المستحضرات ما يعني ما يعطى حتى من الصيدلي الا بوصفه طبيه وبعد تحاليل. صحيح. طبعا الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت مشكورة بوضع بعض الإجراءات الاحترازية، ومن ذلك منع حدوث الأعراض الجانبية الخطيرة جراء استخدام هذا المستحضر بالذات. فمنها ما هو متعلق بالمريض، يعني جزئية المريض، يتم إخضاع المريض لعدد من الفحوصات اللازمة قبل الشروع في العملية العلاجية. نعم. في جزئية ثانية اللي هو يعطى المريض بعض الأدلة الإرشادية عن آليات استخدام المستحضر بشكل آمن وفعال. بالإضافة لأهمية قراءة السيدات اللواتي هم في سن الإنجاب، أتكلم المتزوجات يعني، اللي وثيقة الموافقة على العلاج ومنع الحمل. هذه الوثيقة تحتوي على عدد من المعلومات، هو الهدف منها اختيار السيدات بالمخاطر المحتملة إذا ما تم استعمال هذا المستحضر، سواء قبل او اثناء الحمل. نعم. جميل. والمتمثله في تشوهات جنينيه سيئه وغير مرغوبه. الجزئيه الثانيه من تنظيم استعمال هذا المستحضر هو ما يتعلق بصرف ووصف المستحضر لدى الصيدليات. طبعا قامت الهيئه ايضا مشكوره بحظر تداول وصرف المستحضر في الصيدليات الاهليه، وحصره فقط على صيدليات المستشفيات. طبعا ليش الجزئيه هذه؟ للتاكد من تطبيق خطط خفض المخاطر. نعم. وتقديم المعلومات الكافيه للسيدات بناء على سجلها الطبي وكذلك ارشادات الطبيب والصيدلي. نعم. نعم. الجزئيه الثالثه ان الهيئه تقوم بعمل الحملات والمراكز التوعيه التثقيفيه عن الاخطار المحتمله من استعمال هذا المستحضر. نعم. هي طبعا احنا نسوي الحملات هذه من وقت الى اخر. طبعا تستهدف بشكل اساسي المرضى. نعم. المستخدمين لهذا المستحضر وبشكل مختص للسيدات يعني دكتور الذين هم في وقت الحمل. نعم. يعني دكتور ناصر، بنعرف انه هذا المستحضر اكيد له ايجابيات كثير، ولكن يفضل انه يكون تحت استشاره طبيه، بحيث انه حتى بنعرف انه له ردود افعال يمكن تكون جدا سيئه سواء على البشره والحمل وغيره. شكرا لك يا دكتور ناصر على هذه المداخله. كويس انه احنا وضحنا هذا الموضوع، لانه كثير من البنات خصوصا الشابات بنات في قبل لا يدخلوا على الجامعه بيروحوا ياخذوا من هذا الدواء. لكن خلينا نطلع لمواضيع ثانيه واخبار ثانيه من مجله الجميله، نروح نشوف سبوت لايت اليوم. اهلا بكل متابعي برنامج سيدتي اليوم. حان الوقت لنقدم لكم الان فقره سبوت لايت الاسبوعيه، ونبدا بابرز العناوين. موضة الأبيض والأسود من عروض خريف 2018 وطرق تنسيقها. مما لا شك فيه أن صحة المونوكروم تعد من أساسيات خزانة كل امرأة أنيقة في مختلف المواسم، لا سيما موسم الشتاء.
من هذا المنطلق تضع الجميلة بين يديك دليل لأحدث الموديلات باللونين الأبيض والأسود وطرق تنسيقها بحسب شكل جسمك. برزت هذا الموسم صحة التنورة المكسي اللي بتمزج بين الأسود والأبيض ويلي قدمتها علامة مونيك الولية. كذلك تفننت العديد من الماركات في تقديم موديلات غاية في الفخامة مثل معطف الويفة يلي يمكنك التأنق به خلال النهار. طرق لتنسيق وارتداء التنورة القصيرة في الخريف والشتاء. تعد التنورة القصيرة من الستايلات المفضلة لدى الفتيات، حيث أن التنورة القصيرة تظهر أنوثة المرأة بالأخص إذا تم ارتدائها مع البوت الطويل، مما سيضفي أسلوب مميز على مظهرك. توفر إليك الجميلة طرق مختلفة لتنسيق التنورة القصيرة، سواء كانت بتصميم كاريو يلي بليق معه سويت شيرت، أو التنورة المصممة من الجلد يلي تليق بمختلف المناسبات ويمكنك ارتدائها مع بوت طويل. ساعات سواري فخمة بأساور راقية. لفتت الجميلة هذا الموسم تصاميم الساعات الفخمة لأساور راقية، خصوصا لدى أهم الدور العالمية للساعات مثل بولغاري، ديو، شانيل وغيرهم. وننصحك باعتماد هاي الساعات في مناسباتك وسهراتك، حيث أنها بتمنحك طلة جذابة وملفتة للأنظار. مجوهرات 2018 من الأونيكس الأسود. من المعروف أن اللون الأسود بيمنح المرأة طلة مفعمة بالجاذبية والجمال يلي لا مثيل لها، فما الحال إذا كان هذا اللون في المجوهرات؟ برزت هذا الموسم تصاميم المجوهرات يلي بتحتوي على الأونيكس الأسود الذي بيعتبر من أفخم وأرقى الجواهر. ولفتتنا تصاميم أهم الدور العالمية مثل بولغاري، كارتيه وشانيل. وبتنصحك الجميلة باعتماد هذه المجوهرات وان ملابس محادية لكي تسلطي الضوء عليها. كل ذلك المزيد ستجدونه على موقع الجميلة.com. يمكن زي ما نلاحظ الأبيض والأسود اكتسح الأسواق حتى صارت بالمجوهرات. كثير حبان التقرير، يعطيكم ألف عافية. بس خلونا نطلع هالفاصل وراجعين مكملين. بعد الفاصل سينما سيئة سورتشينج مع المخرجة رزان الصغير. أكيد كلنا نحب الأفلام، صحيح. لكن خلونا أسألكم، إيش آخر فيلم حضرته أو شفته؟ أستاذة رندا تفضلي. والله من زمان ما شفت أفلام. ليه؟ يا أختي ما أعرف، شكله أنا الحالة اللي أحب الأفلام. والله إيه، لا من زمان يعني مرة. أنا ما أحب الأفلام كثير، وخصوصا لما دحين طلعت هذه المسلسلات تطلع لك كذا 9 حلقات مع بعض تصير تشوفيها، بستمتع فيها أكثر من الأفلام. لكن الأسبوع تقريبا عن فيلم البدلة، صح، كنت جالسة بقول لك إنه ما حضرته، بستنى عبير تقول يلا يا روح نروح على السينما يلا نشوف. إذا تبغى بأسبوع مو البدلة، في فيلم تاني نزل الأسبوع اللي فات، الفيلم أجنبي وشكله مرة حلو، ناوي أروح أشوفه بكرة بحكم إنه بكرة أجازتي. والله متابعة عبير، متابعة الأفلام. أيوة. يعني مرة أحب الأفلام، مرة أحب الأفلام. عشان كذا راح نتكلم اليوم ونشوف فقرة سينما سيدتي اللي تقدمها لنا صانعة الأفلام رزان صغير عن فيلم سيرشنج. تابع يلا. Hey, sweetheart, where are you? Study group, as you get back. Oh, one more thing, I want to know about the final you. فيلم سيرشنج يتمحور حول الأب يحاول يعرف وين بنته بعد ما اكتشف انها ضايعة، فيفتح الفيسبوك، جوجل، يحاول يتواصل مع أصدقاء، فنتبع كل الخطوات اللي مر فيها الأب عشان نعرف وين البنت وإيش صار وياها. الغريب بالفيلم ان كل سكرين ريكوردد من خلال شاشه الكمبيوتر، فالاحداث اللي نشوفها كلها داخل شاشه الكمبيوتر، ما في ولا شيء مصور خارج شاشه الكمبيوتر. هو يعتبر ثالث فيلم اعتمد هذه الحركه في عرض قصه الفيلم. من محاولات الابو يعرف وين بنته حاول يتواصل مع اصدقائها، اكثر من صديق قال له انها هي اصلا ما كانت تجلس وياه ولا ما كانت صديقته، لكن بعدين بعد ما صار الموضوع فايرل وكل كان حديث المجتمع، بدأوا هذول الشخصيات اللي كانوا ما يعتبرونها
قريبة منهم صاروا يتكلمون على أنها كانت أعز الأصدقاء لهم، وهذه جد أشياء نشوفها بالواقع. يعني الحين في السوشيال ميديا شخصيات كثيرة تسوي هالحركة. أنا وأنا طالع الفيلم انسجمت كثير مع الأحداث لدرجة نسيت إني قاعدة أطالع فيلم، يعني كنت مهتمة بالتحقيق، أوكي إيش صار على البنت، إيش صار بعدين، إيش، فنسيت جدا إني قاعدة أطالع فيلم. الفيلم أعتبره من أجمل أفلام 2018. الأحداث ورا بعض، كل ما فكرت إن الفيلم بينتهي يطلع حدث جديد ومشوق في الفيلم. فأنا أطالع ما حسيت إنه في لحظة إني طفشت أو إنه ممل نوعا ما. الفيلم بالنسبة لي أفضل فيلم في 2018 وأعطيه 9.10. الفيلم صار شيء جد ما أدري جاتني صاحقة فجأة. فيلم سيرشينج يتكلم عن لحظة بعيدها لأنه كان يهتمني ميت وضحك. فيلم سيرشينج يتكلم عن فيلم سيرشينج فيلم سيرشينج يتمحور حول أب يحاول يعرف وين بنته بعد ما عرف. زميلة عفاف ضيف الله ولصانعة الأفلام رزان الصغير على هذا التقرير الجميل. يعني أنا حبيت كيف رزان قاعدة بتبسط لنا الفيلم وكيف طريقة التصوير والإخراج وكيف تديك التيزر من القصة نفسها. يعني كنت بقول لك أنا مو كثير انترستد في موضوع الأفلام، لكن حبيت لما قالت إنه كل الفيلم جوات شاشة الكمبيوتر، ما كان في شيء برا، ما في شيء مصور برا، فلفتني إنه كيف يعني ايش الفيلم هذا اللي من يوم ما ابدا الى ما اني ينتهي هو قاعد يتكلم عن شاشة كمبيوتر. بالنسبة لفكرة الفيلم انه هو يكون في شاشة كمبيوتر، كمان في فيلم ثاني اسمه Unfriend كمان نفس الفكرة، وبرضه نوعا ما رعب واثارة وغموض، عرفتي؟ نفس كمان فكرة التحدي. كان هو هذا فعليا زي ما قالت رزان ثالث فيلم، لانه كان في Unfriend وكان في فيلم ثاني قديم. هي قالت ثلاثة افلام يمكن طلعت بهذه الطريقة. هو ثالث فيلم هذا الفيلم سيرشينج صحيح، بس انا حاليا ما ادري عن الرعب. ايش؟ مش رعب، هو اكشن في اثارة، ما لي خلق اعصابي تتعب صراحة. طب انت ليش تشدي اعصابك؟ حاليا هذا اسبوع ابغى اريح اعصابي، الاسبوع اللي جاي ممكن اشدها، عرفتي؟ يعني اشوف الاسبوع الجاي ميكس بوب كورن يكون يعني سويت وساور، حتكون امورك تمام. والله كذا رايك؟ بس انت هتروحي ها؟ والله ابغى اشوفه خلاص، مرة حبيت. انا اشوف انه كمان لازم تجي معي بكره تحضر الفيلم اللي قلت لك عليه. انا هيعجبك، انا معاكي الفيلم اللي تبغيه. والله ما امزح معك، والله تعالوا هيعجبكم الفيلم. رؤى لانها تنتظرك. يعطيكم الف عافية، خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين. في عالم الطبخ أثبتت المرأة السعودية قدرتها على حفاظ الطبخ الشعبي تحديدا، وكانت بتقدر إنها تحافظ عليه وعلى لذته وعلى نكهته وعلى تكويناته، خصوصا في هذا الزمن وهذا المكان. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ورحب بضيفتي بالاستديو بالشيف هلا الشريف. أهلا شيف. أول حاجة يعطيك العافية، يعني ما شاء الله من لما دخلتي وإحنا قاعدين بنستلز بالروايح قبل الطعم، وكمان ما شاء الله زي ما احنا نقول بالعين. أنا بالإثنين. يسعدك يا عبير. فأول حاجة طبعا أهلا وسهلا بك. بنعرف إنه الأكل الحجازي الشعبي من الأكلات اللي دائما تحافظ على نكهة معينة، وفي كثير من عيالنا في هذا الزمن صاروا لا يروحوا يروحوا للأشياء السريعة والفاست فود وغيرها. كيف نقدر نحافظ بحكم خبرتك على هذه الأكلات الشعبية ونخلي كمان أهلنا يحبوها؟ أكيد يعني لازم تكون في ممارسة للطبخ، يعني الطبخ اليومي لازم يكون يعني طبخات الكبسات اللي هي مثلا الرز البخاري، لازم يتعودوا يعني أولادنا إنه يأكلوا هذا الشيء يكون موجود في البيت يعني. أيوة. إحنا من لما بدأنا الحلقة إيش كنا بنقول؟ أكل حجازي، قعدنا نخمن أنا ورندا وعبير إنه المش راح يكون، وفعلا إيش كنا بنقول؟ منتو يغمش، وإيش كما قلنا احتمال يكون رز بخاري وعش أو اللحم. فالأكلات الشعبية معروفة يعني هي تكون نفسها محددة. تسمحوا لي أدوق؟ أكيد ممكن ندوق نبدأ. أنا جاي على بالي أدوق الفرموزة. أنت دوقي وأنا أبغى أسألها سؤال غير المنتو اللي قبل لا تكمل عطيني وحدة وسوحة. أبشري. طيب يا مخرج تأخذ لنا اللقطة دي للفرموزة. شكرا أنا اخترت أصعب حاجة.
خليني أسألك، ليش في أشياء تانية حجازية متعارف عليها وقاعدين نتناساها؟ طبعا في الأكلات الحجازية القديمة، يعني زي عندنا زي السليق، الرز البخاري كما موضح، الرز الزربيان، الكابلي، الصيادية. الصيادية كمان الصيادية مين علمك الأكل؟ مين علمك تطبخ البطر؟ مين علمك تطبخي؟ طبعا اكيد ماما، يعني من حبي للمطبخ كنت يعني من صغري، يعني ارجع بس من المدرسه ابدا اطبق الاشياء اللي اخذتها من المدرسه. طبعا كنت دائما اشوف ماما وهي تطبخ وكذا. ف انا عندي احساس انك ما بتطبخي. انا مره انبهرتي. بالعكس حبيت انها تعلمت من امها. طيب لانه ماما ما شاء الله كمان فنانه في الطبخ، يعني انا ولا شيء عندها. يقول لك النفس يفرق، سبحان الله. دائما البنت تاخذ نفس امها بالطبخ. هذا الكلمه المتعارفه. لا صح والله. ويقول لك تسوي كذا بالهذا، بس انا ما اسوي والله، كاني جالسه على النفس، يعني اي انه انفسي عليها عشان كمان يطلع. في عادات وتقاليد والله هم يقولون، زي مثلا كمان في مصر في عندهم الطشه المصريه لازم يشهقوا ينفجعوا على القدر. بس هلا خليني اسالك، الله يخليكي، يعني ممكن نقول انها تستغرق وقت كبير منك لما انت تطبخين، ولك طوله بال ما شاء الله عليكي بالطبخ، بس ابغى اسالك ايش الشيء المميز بالاكل الحجازي؟ لا ابغى شيء مميز بالاكل الحجازي. النفس والمهاره طبعا. المهاره والحب، واحس كمان البهارات يا هلا، يعني كمان مختلفه شويه البهارات الحجازيه. صحيح، بهارات المنطقه يعني الربي. في مثلا يعني زي الرز البخاري يحتاج بهارات تكون في صره، يعني او مجموعه بهارات اللي هي الشيبه والخلنجان، هذا مو معروف كثير، يعني كثير ما يعرفه، فهذا تعطي يعني احنا عشان نبغى نختم الحين، نبغى نشكر وجودك معنا، وحناكل مع بعض بس بعد ما نقول لك ايش. شكرا لوجودك وشكرا على هذه الطبخه. انت باقيه معنا بعد الرهوه. هي ما تبغى تقول سر الطبخه. لا هذه حنقول بيناتنا بعد. نجرب بالمشاهدين. يعني احنا نتمنى لكم يوم سعيد، والحمد لله ربي عوضني خير، وما كنت ابكي اليوم. نشوفكم بكره في نفس الموعد. ذا وذر.